المهم مشيت نعست لداري ترونكيل بخير وعلى خير. انا خرجت كندير لا مارش كندير معكم لو لايف. هو صيفط لي ميساج سلام مايا خاصنا نتشوف ما جاوبتوش. عاود كتب لي ميساج مايا خاصني نهضر معاك ما جاوبتوش. هو عيط لي ما جاوبتوش عاود عيط لي وانا نجاوبو. قال لي يمكن خاصك تقولي شي هضره ضروريه. قلت لي ما عندي ما نقول لك. قال لي غطيري دابا. مشيت جلست هو يقول لي البارح انا كنت كنهضر مع العروسه وصلني الميساج ديالك. وقلت ليها مايا صيفطات لي ميساج. قالت لي ديك البنت نفس الجمله اللي قالت للاخر سوني با ما تاس دو تي الوغ كو تلاقيت بها مره اخرى مع العائله ديالها وعنقوني وباسوني وكل غير كانوا بحالك دي فام في المغرب كيبدلوا المغرب. المهم كانت كتضل تصبغ فيا نفاق او ماشي نفاق جو سي با و فريمون. المهم نتوما عارفين. قالت ليه مايا غادي تهضر لك عليا وغادي تجبد لك سميت واحد السيد ما تثقش في هضرتها. هذاك السيد ما بيني وبينه والو وداك السيد باغي تجوج بيه وانا ما بغيتوش وكنضل نجري عليه وما بيني وبينه والو نقدر نبرهن لك هادشي بلي بروف وهي اللي كنت بغات تشري ليا الصداع. المهم وانا باقا دايره يديا هكا وكنتصنت ليه. والمهم دابا هي بغات تغدى بيا زعما انا قبل ما بغات تغدى بيا قبل ما نتعشى بها. وانا اقسم بالله كنت باقا غير كنخمم واش هو باقي في هذيك لا لونسي ديال المعقول ولا يمكن فرتكوها وقال ولا بدات تختاروا يديروا علاقه لي. انا باقا كنتصنت. المهم السيده شدتني انا خسرات ليا وجهي مع السيد. انا ما مزياناش وغنشري لها الصداع وهذاك السيد صديقي انا وما عرفتش. المهم بغينا نرونوها عليها وهي ما بينا وبينه والو. ويقول لي اذا قولي لي شكون هو هاد بسميتو شكون هو هاد السيد. قلت لي ياك. قلت لي هاد السيد هل اللي كان وبغى يوريني التوته ويوريني فلانه. قال لي ما نطيقش. قلت لي داكور ماشي مشكل. قال لي تعيطي لي قدامي وتاكدي لي هادشي حيت في المعقول وفي النية راه ما يمكنش. بدا كيجبد لي البراهين على اي حاجة كيوجد لها داكشي المستقبل باش يضمن لها مستقبلها وديك النية الحسنة ديالو تابعينية في الوراق وداك الشيء المحامي. المهم السيدة كان كيوجد لها الخير والخمير والحب والاحترام ولا فيداليتي داكوغ. هادشي اللي شفت بعيني ماشي عاود ليا شي حد. قال لي هاد السيد هذا كتعرفيه مزيان؟ قلت ليه كنعرفو دوبي 3 ans. ما بيني وبينو والو سي فريمون ان بوت. ولكن نسولو واش عيط السيد. قلت ليه شوف راني دار فضيحه السيد راه مصدوم. المهم قال لي انا ما عنديش مشكل واش بصح كناوي المعقول. قال لي انا يلاه كنت كنخمم. قال البنت زويونه يمكن بوتيتر نديماري معاها شي خلاص. قال لي بليت بليت انا جاي جا السيد عصفتنا ليه لوكاليزاسيون جا. المهم السلام القلب الكبير. والاخر قال لي اونفان زعما اللي ربي بغالك تعرف لا فيغيتي وربي بغالك تحل عينك وربي ما بغاكش يمكن تبقى في دار غفلون وهادي وهادي. جلسوا حلوا لي انستغرام بلي دات وبداو فهاد لا دات فهاد لا دات. هذا كان كيصيفط بوكي دو فلور العريس كيصيفط بوكي دو فلور والاخرى كتصيفط صور البوكي دو فلور للبلان وكتقول ليه شكرا. البلان كيقول لها شكرا لاش. قالت لي وانت اللي صيفطت لي الورد. قال لها انا ما عنديش لادريس ديال باش نصيفط لك الورد. وضي لي سحب لي انت زعما هاد البلانات ديال هاد التبرهيش هذا. المهم نقيبه من هنا نقيبه من هنا مساج من هنا مساج من ليه. والاخر عايش الاخر ديال البروغرامات كنقول لكم بروغرامات ديال لا في دو برانسيس. انا بالي داكشي. قلت لهم شوفنا لي زامي ديالي كيتسناوني للعشاء باي باي عليكم خويا الله يسهل عليك ربي بغاك تعرف. يمكن انا جيت في الطريق ما كتبش كلنا كنغلطوا ولكن حتى باش راجل مسجد ومقاد زعما ما نتمناو اي لي با بارفي اي لي لوان دو ليتر زعما اون اي لوان توز ايتر بارفي. غير هو كندير النيه وكيموت كيتشتت عليها ويلاه مصوب اون بوند ديسيني ليه وليها شتا بعيني يلاه وصلات الميريكان اون بوند ديسيني ديال الحب اللي بيناتهم. انا يلاه وصلت داك النهار اللي انا اللي قال لي اجي توت سويت. المهم مشيت هكا كندير لي زامي ديالي وحق الله هكا بقيت كنترعد كنقول زعما ما عرفتش ما بغيف.
وصلت 11:30 بقاو هما كيكتشفوا مع بعضياتهم. وميم طون كتهضر معاه هذا قالت ليه ماما في السبيطار، صيفطت ليه التصويرات السبيطار. الاخر قالت ليه انا كنتقدى. المهم بقات الروينه بحال هكا، هذا كتصيفط ليه هضره في اوميم طون، الاخر كتصيفط ليه هضره، زعما كتجيري كل واحد بوحدو. وبدا ماما صافي، انا وصلت 11 الليل تعشيت مع لي زامي ديالي كي بقيتي هادي قال لي اش غديري يا جيجي. المهم كانوا جاو لحقوا عليهم دي زامي، المهم الهضره في هضره مخلطه من هنا، هضره مخلطه من لهيه. صافي لي زامي الاخرين مشاو، تاني بقينا غير بوحدنا. ايوا ما ايوا، وهي تعيط ماما، ماما هكا تعيط وكتحلف وتعطي القلب اقسم بالله. وقلت لكم هلي لحقني عند وليداتي، كتحلف والله العظيم ان داك السيد ما بينها وبينه والو، وهذاك السيد قال لها يمكن انت ما فراسك والو، ولكن انا راه شفت هو السيد صافي تفرقع، قال لها راه شفت بعيني، راه ماشي جا شي حد عاود ليا. حيت الام من بعد كتقول عليهم انا ما مزياناش، وانا خرجت لها على سعد بنتها، وانا تكرفصت لها على بنتها، وانا تعدي، وانا جي اخترقت هادشي كامل ما كاينش. صافي بدا كيغوت كيقول انا شفت بعيني، يا راه ماشي نساي مايا، راه انا شفت بعيني، والسيد العشيه كامله هو جالس معايا شفت بعيني، والمراه ما كتجاوبش، وداك السيد كان غير حماق باغي يتزوج بها وهي ما بغاتش، ولا ما عرفت حنا ما بغيناش، وماشي داكشي هي اللي بغات، وصافي هادشي اللي بينها وبين السيد. اوغ كو السيد عطى دي بروف للعريس، قال ليها انت شدها لي بروف هما خليهم عندك انت. المهم تفرشات القضيه فرشه ما فيها ما يطبق. دابا العريس بقات فيه الشمته نهار وما طال، هو كطلع فيه الشمته على داكشي كامل اللي كان باغي يدير بوغيل، واللي كيفوزي بوغيل، وداك الحب اللي هو تخيل فراسو. كنعاود لكم ما فيرسيون. والمهم ما عيطتش له اليوم نهار كله، ما دويتش معاه، وصلت ستاد العشيه باسكو كنا قلنا غدا نتشوفو نتعشاو اونصومبل. وهادي صافي دويت معاه مع ستة، اش درتو ما درتو، قال لي انا غادي نعاود لباها كلشي، وهو كان مهم شي حاجه كان باغي يديرها، يقضي لهم شي غرض في المغرب. مهم كان بيناتهم شي حوايج اداريه وداكشي، مساعدات اداريه، وانا غنهضر مع باها. قلنا لي باها ما دار والو، عندك مشكل بينك وبين البنت، يبقى المشكل بينك وبين البنت، وحتى امها الا سخط الخبر الام سي نورمال غدافع على بنتها. دابا صافي، ياك ربي فرش الموضوع جاب مسبتو انا وصحيب، صافي قلب السيد اللي الكل حنا كنزاوقوا فيه، اقسم بالله كنزاوقوا فيه. باها ما دار، قال لك باغي يقولها لباها، وباها اش دار، قال لك لا من راجل لراجل نهضر معاه. اصلا هو داوي مع العريس، داوي مع مو على دوا مع مو، قال لها صافي راه لقيت واحد البنت هي اللي غناخد وغنتزوج بها. هو داوي مع مها، قال لها زعما انا راه داخل من الباب، ما داخلش من الشرجم، وزعما الموضوع بين بيناتهم مع اختها والعائله. المهم عارفين بان راه داك هو المعقول، راه داخل من الباب. قال لك لا انا من راجل لراجل غنقول ليه بنت واش دارت. المهم بقينا كنقنعوا فيه كنقنعوا فيه كنقنعوا فيه، وهذا الشيء الكامل اونتخ طون. العشيه زينب اختي عيطات لي كتسول كتهضر، قلت لها فوالا شوف اش واقع، باسكو هي عزيز عليها بزاف سي دون كيستيون. قلت لها شوفي على بلان طحت فيه وهادي وهادي وهادي. قالت لي شد داك النهار منين تي بوستيتي التصويره عند الصحيب، صيفطات لاختي ميساج وقالت لها واش مايا باقا في باغي ولا لا. دابا جو بونس كو البنت يسحب لها، ما بغات تاكد واش هذيك التصويره في هذاك لو مومون ميم ولا التصويره قديمه عاد بوستيتها. وانا قلت لكم في اللايف كل بنت وعاد غير الحق علينا العريس. بون انا يلا حليت اللايف كنقول لهم بون ليستوار اللي قلت لكم، وانا عاد لكم ديال الغدار، والغدار ما كاينش غير في الرجاله، راه كاين حتى في العيالات، وماشي ديما الرجاله ديما كنقول انا لا اعمم، ماشي كلشي خيبر، حتى العيالات فيهم المجبدات وفيهم اللي فيهم التحرميات وهادي 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 وهادي. شوفوا تا انا في التحرميات وتا انا كنت كندريب لي، ولكن في المعقول ما غاديش نقوزي نقفرها للدرجة. انا يلا بديت كنهضر في اللايف، يلا باغا نقول بان يلا كنوجد باش دغيا نسد له راه حيت عندي الضياف. هو يدخل معني بالامر، كان ديجا صحيب ديجا قبل، والمعني بالامر عاد طلع لقاني داويه وشفت فيه، وكنقول لهم المهم هذاك الصحيب جا طلق لهم سالو. المعني بالامر هو يخشي راسو في الكاميرا وبدا كيدو. الناس شافوني طلعتني تزنيق، الناس اللي تفرجوا شافوني انني كنت مصدومه
كيفاش بعدا انسان بحالو جاب وجه مكشوف كيقول انا اللي وقع لي المشكل، ما كنتش منتظرها اطلاقا، والناس حضروا شافوني تصدمت شوكيت. يعني انا كندوي على اكس و ايغريك، ملي ولا اكس و اكس و ايغريك وحتى زاد اللي هو الصحيب كيبانوا بوجه مكشوف، انا ما كنتش عمري نجر نحط وجههم ولا نهضر اسمائهم. كنهضر بحكي كنعاود لكم التعاويذات، واحد البنت صاحبتي وقع لها، واحد البنت صاحبي وقع ليه، واحد المعرفه بنت خالت مول الباش وقع ليهم. السيد جا وكيهضر وكيقول لهم الغدر كي راك شفتوا شنو، عبر على الاحساس ديالو، وما جبدنا لا سميتها لا والو، وما كانش نسمح له يجبد سميتها باسكو سا سفي ما يمكنش. بغيف اختي بدات كتصيفط لي لي ميساج، هادشي اللي كديروا فيه ما كيدارش، واش انت تصطيتي كتحطوا البنت، وهادشي ماشي في عيل بنات الناس. او السيد كيقول لها انا كون ماشي مايا، ومايا ما قالت لي والو، انا اللي قلت لها شكون فلان، وقلت لها انها تقال عليها هضره خايبه، ومايا شرحت لي بان كاين واحد لاتيخ بيرسون اللي تقدر تاكد ليه الواقع. وكيقول راك جو سي با تفرجت ولا لا، كيقول الحمد لله رانا كنت غادي نوقع في مصيبه كبيره، راه كنت غنغامر بزاف ديال الحوايج في حياتي حبا فيها وبالمعقول اللي فيا، وهادي علما ان البنت لافي مني زي تزيرها بالهضره في الميساج. قالت ليه انا انا وياك غير اصدقاء. مني تزيرت وشفت القضيه حامضه قالت ليه انا وياك غير اصدقاء. قال انا في راسي الاصدقاء كيكون بيناتهم بزاف د الحوايج، ثلاث نقط اصدقاء ما كيكونش بيناتهم هذا الشيء. انا من الاول عارفه بانني باغا غنجوج بيك وبيناتنا المعقول، وداوي مع امك وبينات زعما في الحياه العمليه موجد لها اون في اكتيف فيها ان شانجمون. المهم كتكتب هكا في لي ميساج في الواتساب وكيطلعوا. دابا هو السيد المعني بالامر كان كيهضر في اللايف وكيقرا لي ميساج. زينب كتقول نو هادشي ما كيداش. قلت لها بلاتي نطلعها في اللايف تعطينا الراي ديالها. عطات الراي ديالها على اساس بان لا ماشي من حقنا نديرو هكا. قال لها حنا كنهضروا على حاله اجتماعيه وقعات على اساس ان الغدر ما كاينش غير في الرجال، راه كاين في العيالات، وبان كاين العيالات كيتفلاو على شي تفلي ما كاينش المعقول، لعبي ودريبلي كيف ما عجبك. ولكن واحد السيد اللي متيم وكيحط لي موايا كبار باش يساعدك ويقاد لك مستقبلك، هو هادشي اللي كيحس بالشمته. وقال لها انا اللي داوي، راه ماشي مايا اللي جابتني وقالت لي هضر. هو بخاطره دخل وجات تخشى في التليفون كيحاول يشرح لها هادشي، راكم شفتوا بعينيكم. انا بقيت مصدومه. الناس شافوا وجهي والاحمر، انا باش نتصدم وجهي تزنق ونتزير لك الدرجه. علما كيف قلت لكم هو كيقول للناس لا راه مريم والصاحب راه اونيتي لا اونصومبل افيك دوطر زامي. كيقول لهم راه فوما في صوفي، بالعكس راه هادي هي لاميتي، لامي انك ما تخليش صاحبك كيدير مصيبه، يعني واحد لو شوا دو في اللي كان ممكن غير يتقام عليه بخسائر نفسيه وماديه كبيره. بالعكس انا جو لوي سو ريكونيسون لهاد الناس، انا بهم باش حليت عيني، انا وهي والو. المهم بغاف اللي حضر حضر واللي ما حضرش حضرش. انا بقيت مصدومه. كاين الناس اللي بقاو ازين عندها الحق، ما كانش خاصها تقول، كنتي تستري الموضوع، كنتي تسكتي الموضوع. وانا اصلا ما كنتش فارشه، ما كنتش باغا نفرش الموضوع اصلا، ما كانتش نيتي انني نفرشه. وبنادم المهم بيان سور شي كيقول لا لاميتي انك ما تخليش صديقك يدير يطيح في مشكل. وقال لي ودابا يكون عندك انامي وتكوني عقتي بلان بحال هكا، جيت تحضري لي العام شي دابا مازال كون لو باسي اي باسي. انا كون عرفت شي حاجه قبل كتخصها والله العظيم ما نقدر، ماشي شغلي وماشي سوقي. وكل بنت وكل ولد عنده ماضي يقدر يكون قادر كيف ما بغى يكون. انا الى عندي صديقي ومونامي وكنعزو وكنحترمو، الى فهاديك المده اللي هو فيها وجع، وكيف قلت لكم وجع حتى عندي الخبار هكا، انا ما طلبت والو، داكشي جا بوحدو وسولني وبقيت ساكته. ومن بعد لقيت راسي بياجه زعما لي ميت شنو، غنسكت ونكمل حياتي نورمال، ما جو با كولبابيليزي، ما غنقول سي با بو. ما عرفتش انايا واش عندكم انتوما نورمال ان ان دو تي بون زامي اللي بينك وبينو بوكو دو سكري واسرار وتايق فيك وتايقى فيه، وتلقاي راسك في نفس الموقف واش تقولي ليه، ولا تضرب الطم ويدبر راسك.
وانتي شفتي بعينك في داك لو مومون اللي هو وياها اونسومبل وكيقاد ليها في كل شيء والمعقول وماماها عارفه يعني بقى غير باه هو جو بونس عارف ولا ما عارف جو سي با هو داك لو ديرني با اللي بقى وصافي جو مون فو. دابا كون شي ولد في المغرب جا كون هو نيت كان مغربي وجا دار لايف وعاود ليكم هادشي اللي وقع ليه كنت ضامنتو معاه. باغ كونتخ انا اللي لقيت راسي وسط هاد الفيلم اللي ميت مضطره ولا اللي ميت بيجي ولا اون تران دو دير ا مون امي وي سوا كونسيون دو لا رياليتي يا ال تو ترومب ال 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 جو ا كوتي ال ني با سيريوز ال ني با سانسير اجي ما لو عرفت شي وان اختي بلوكاتني من انستغرام ومن واتساب يعني ماشي من بعد ناقشنا في الموضوع وقلت لها بلاتي نشرح ليك راه ها اللي كاين وها اللي كاين وراه هو دخل وهو بوحدو اللي تخشى في لو لايف وهو بغى يهضر باسمه هو انا جو لوي ريان دوموندي هذاك الشيء الناس عاشوه معايا الناس اللي كيعرفوني مزيان وكيتيقوا فيا شافوا بعينيهم كنت مزيره ودخت ان هذاك الشيء وقع اون لايف ولكن حاله اجتماعيه بحال جميع الحالات الاجتماعيه اللي موالفين كنهضروا عليهم دخل مرتو جينيرالمون هادشي اللي واقع مع الدراري الصغار زعما ان لايف كوم ان اوتر ما عمري ما كنت غنجر انني نخشي ليه وجهه ولا نقول لاخر اجي دوي بفم جامي جوغي اوزي فير سا. نتوما عارفين بان زينب سوفون في لي لايف الناس اللي كيتفرجوا فيا سوفون مع اختي كتقاطعني بزاف سوفون كتقول كونتر هاد الهضره اللي كنقول شحال من لايف بحال مثلا غير على العوين ديال الراجل مع المراه في الدار قالت لكم ويلي دابا هي في اسبانيا ديال 20 عام وقالت لكم الراجل ما خصوش يغسل الماعن ايوا دير ليه الزاره وزي في حياتي وعطيه سيق الدروج زعما ديما كنتخاصموا على لي زيد اللي عندنا احنا مختلفين بزاف انا وياها القمع كتضل تقمعني يا قدام الناس يا في اون لايف وهادي وهادي نتوما حاضرين وشايفين بعينيكم وكنتمنى انكم غتكتبوا لي دي ميساج ان هادشي بصح شحال كنصبر ليها وشحال كنسكت وما كنجاوبهاش شي جواب خايب ولا كنقمعها ولا نتوما شاهدين على هادشي ولكن باش نسالي بغيت غير نهضر معاها دابا جايه نعس هادي واحد ساعتين باغا ندير لها غير الابديت نقول لها راك ما فهمتي والو راه اللي وقع لقيت راسي بلوكي دانستغرام و واتساب جو سوي شوكي دو بارتو ديجا ما كنت من حتى شي واحد يكون في بلاصتي في الاحساس اللي انا فيه من البارح من اول البارح وانا مكمده زعما ما كنتمناو هاد لا سيتواسيون جو سوي شوكي دو بارتو جو سوي شوكي دو بارتو ديجا ما كنت من حتى شي واحد يكون في بلاصتي في الاحساس اللي انا فيه من البارح من اول البارح وانا مكمده زعما ما كنتمناو هاد لا سيتواسيون حتى شي واحد ما تبغيها لا لصاحبتك لا لاختك لا حتى شي واحد لا تكون في بلاصه ديك البنت اللي دري بلاد لا تكون في بلاصتي انا لا تكوني في بلاصه السيد اللي معقول اما هذاك الصحيب راه سيدي باطي غرا هذاك كيتصاحب مع من بغا ويقصر مع من بغا الا لي بغدو فيغ سو كيل فو سي تي كلير افيك البنت ولكن احنا واحد انا والمعنيه بالامر والمعني بالامر زعما دون اون سيتوياسيون تري ديليكات ولكن باش تكون عندك غير اختك اللي انت ديجا عندك معاه واحد ليستوريك تري و سنين ديال ما كنتهضروش ومن بعد انا بعدا كنعل الشيطان بزاف واصدقاء المقربين كتبوا شحال من مره شفتوني انه ولا في واحد الصبر مع لي جون كو جيم كبير غنسمح نمي يكون سكوت مده من بعد كاع كتكون خايبه سا سي سور كتكون ايغوشيما ولكن كنسلك حتى كنتفرقع اش كدير حتى كتعيق عليا وكتجي كتقول لي بصراحه حكيت عليك سمحي لي ما عرفتش علاش ومن بعد ملي كنقول لك ديك المره قلتي لي سمحي لي حكيتي عليا بزاف قلتها لك غير باش نبدل ساعه اخرى
كتعاود تاني دوز واحد الوقت بقى تحكي لي تحكي لي، حتى كندور فيها شي دوره خايبه وكتعاود تقول لي اه جو سوي ديزوري، ومن بعد كدوز الوقت تقول لي هذيك ديزوري عندك يسحب لك، قلت لك ديزوري باسكو جو سوي ديزوري، قلت لك ديزوري غير جوستومون باش ما نفقدوش بعضياتنا، وحنا ديجا عندنا واحد الماضي ديال الخاوه صعيب بيسكوني تري ديفيرونت وما كنتفاهموش. اي بيان سور انا انانيه واكبر انانيه، اي جو سوي نارسيسيك، و حتى حد ما مهم في الدنيا الا نفسي اون بروميي، عندك انت وبناتك هي اهم حاجه، وبنادم كله يمشي يموت. هادشي دابا هي ليس كي مي روبروش زعما طول طون، تو نو ريسبكت با لي زورير، تو نو ريسبكت با لي جون، كتقدر تخلي بنادم يتسناك وانت ديما المهم زعما ال مي روبروش طول طون دي شوز كوم سا. اه كو جافو وي جو لافو، كنقول لها اه انا هكاك سا برون دو ليسي زعما هادشي اليوم انا هكا، انا وليت انانيه بزاف انا وبناتي اون باس اون برومي ابري نو لو ديلوج ابري بيان سور يا دي زامي اللي وقف عليا غير لقاني، هي براسها وقفت عليا مليون الف مره ولقاتني. زعما ما كنمنش دابا انا داوي حيت قلبي مجروح لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها. اي جو بارطاج با باسكو جي فري زعما جو نو بارطاجي با افون هادشي باسكو هادشي بقى بيناتنا، ولكن باش encore une fois aujourd'hui في un live قالت كلمات جارحة envers moi alors que واش فهمت ولا ما فهمتش، جرحتني encore devant 4000 personnes، وباش au moins نقول لها راه ما سان سو في با encore une fois نجي نحل نلقاها بلوكاتني في واتساب بلوكاتني في انستغرام، راه ما تقدروش تخيلوا حتى البكي ما قدرتش تخرج ليا تيلمون جو سوي شوكي. زعما انا راه ليميت ولفت هادشي، زعما ولفت صديم من لي بروش من اعز الناس، وديما كناكل زعما ماشي فيكتيم، انا ماشي فيكتيم، انا جنيه ومجبده وكنطيرها في السماء، وتقريبا حتى حاجه ما بقات حتى حاجه ما بقات زعما كتفرشخني، ولكن هادي ديال سوسوار ديجا ايموسيونيل ما بقى فيها الحال بزاف، غير اومينمون بارلو على هاد الوضعيه هادي، وتزيد تاني اعز الناس لقلبك تعامل معاك انكور بحال هكا قاصح فاتيغي دو بروندر سور موا، عييت دو بروندر سور موا، عييت ما نبقى انا اللي شاده فهمتي شاده صابره سي با غراف سي با غراف سي با غراف سي با غراف. كنقول لكم مي ميور زامي اللي قراب ليا بزاف سون شوكي كيفاش ولا عندي الخاطر وكنسلك، من بعد ملي كيجي ان مومون دابا كنت غير كنتفركعت عليها ولا درت فيها شي دوره خايبه ولا قطعت وحيحت عليها، زعما كنعرف ندير هادشي ماشي ما كنعرفش نديرو، وهادي واحد خمس سنين راه قوه ما جرحتني وقوه ما بقيت صبرت عليها، راه داكشي اللي وقع خطير، راه داكشي اللي درت فيها غير بوحدو، ولكن صافي قلنا لو باسي اي باسي وحلينا صفحه جديده واعتذرت واعتذرات، وكاينه غير انا وياها لي شقيقات بناتي عندهم خالتهم، ولكن ملي كتشوفوا حاجه انا حسيت براسي زعما ما عرفتش كيفاش نشرح لكم سكو جو ريسون في هذا لو مومون اللي انا فيه دابا، تليميت جو سوي لاشي بار لا بيرسون لا بلوز امبورطون في حياتي بور اون هيستوار اللي انا غير لقيت راسي فيها بيجي. كيسولوك علاش قصحيتي علاش وليتي انانيه بزاف علاش كتخمي غير في راسك وغير في بناتك، انا بعدا دوبي تو طالا وانا كنقول شكون وحق الله العظيم شنو هي ليل اللي خصني ندوز في هذا العام انا وبنياتي، القرايه ما كي ما بانش ليا كيقراو في زوم، الخدمه انا ما كايناش، كنقول اونيل اون افريك ولا شي بلاصه كال ترونكيل فيها الجو معتدل الى شبه معتدل، ونجلسوا حتى يحن ربي على هذا الوقت كورونا. صافي هادشي اللي بقى كيبان ليا جو سوي ديسو لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها.